السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان المستقيم والقطعة المستقيمة. يلا بينا نتعرف على درسنا النهاردة ونشوف هيقول لنا إيه. يلا بينا نرسم القطعة المستقيمة. معانا مجموعة من النقاط، كل نقطة هنوصلها يبقى احنا كده رسمنا قطعة مستقيمة. يلا بينا نرسم ونشوف هنعمل القطعة المستقيمة ازاي. هناخد المسطرة، نوصل القطعة المستقيمة دي واحدة، نوصل القطعة المستقيمة دي، القطعة المستقيمة هنا، وبكده يا أصدقائي نبقى رسمنا مجموعة من القطع المستقيمة. القطعة المستقيمة واحد، أدي القطعة المستقيمة، وأدي القطعة التانية، وأدي التالتة، وأدي الرابعة. دي القطعة المستقيمة. في مسألة بتقول لي المستقيم، استخدم المسطرة والقلم والرصاص، ارسم خطا يمر بالنقطتين الحمراوين، يعني النقطتين الحمراء دي ودي، هنوصل ما بينهم خط يوصل ايه السهمين دول ببعض. يلا بينا نوصل مع بعض. نثبت النقطتين دول ببعض كده، نستخدم القلم والرصاص ان احنا نرسم خط كده وخط كده. وبكده يبقى احنا رسمنا المستقيم. تعالوا نتعرف أكتر على القطع المستقيمة. اكتب عدد القطع المستقيمة التي تحدد كل شكل من الأشكال الآتية. عايزين نعرف كم قطعة مستقيمة في كل شكل ونكتبها مع بعض. دلوقتي هنبص للشكل الأول ونشوف فيه كام ضلع، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، يبقى هنكتب كام؟ أربعة، يبقى إيه؟ أربعة مستقيمات. طيب الشكل اللي بعده كام شكل أو كام قطعة مستقيمة؟ واحد، اتنين، تلاتة، يبقى هنكتب تلاتة، ثلاث قطع مستقيم. طيب الشكل اللي بعده، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يبقى ايه؟ سبع قطع مستقيم. نشوف مثال كمان بيقول اكتب عدد القطع المستقيمة التي تحدد كل شكل من الأشكال الآتي. طيب يلا، ده شكل مربع
وفوق مربع وتحت مربع، في كل الاتجاهات مربع، وهو ليه ايه؟ أوجه كتير. يلا نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نقول كمان، نعد تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى هنكتب ايه؟ 12 قطعة مستقيم. طيب، والمثلث ده أو الهرم، يلا نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى هنكتب ايه؟ 8 قطع مستقيم. الشكل اللي بعده، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 قطع مستقيم. شكرا ليكم حبايبي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة، ونفهم نتعلم ببساطة.